السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة عطرة من ميدان الملك خالد بن عبد العزيز بالطائف التابع لنادي سباقات الخيل والذي يكون تحت مظلة هيئة الفروسية. في هذا اليوم تحديدا القيادة الرشيدة تضع لبنة مليونية دعما للإنتاج السعودي الذين هم أساس هذه الرياضة، المنتجين والمربين والذين يوجهون هذه الرياضة بدماء عالمية وتوجيهها أيضا لمستويات رفيعة تكون منافسة لمضامير وأيضا أسماء عالمية. هنا مليون ريال في هذا المساء للأسماء التي تم شراؤها من المزاد الرسمي، للذين اشتروا من المزاد الرسمي هنا في هذا اليوم يشاركون عبر شوطين 500 ألف و500 ألف للمهراتي وأيضا للأمهار. أيضا هذا دعم لجلب الملاك وأيضا ملاك جدد بأن يشتروا من المزاد الرسمي الذي سوف يتم الإعلان عنه قريبا وتحديد الآلية والكيفية والطريقة. أسعد بصحبتكم من جديد وأيضا بالزملاء في الاستوديو التحليلي الزميل فيصل سليمان. هلا فيك أبو سعد. أسعد الله مساك، مساك الله بالخير أبو خلاد، أمسي عليك وعلى الجمهور الكريم بكل خير، جمعة مباركة بإذن الله، وبوجود زميلي سعود بعد اللي رحب فيه، ونقول إن شاء الله نقدم مادة طيبة للجمهور الكريم. سبقتنا بالترحيب فيه، هلا فيك زميل سعود المغيري، هلا فيك هلا بك عبد الله، الله يسلمك، وايضا ارحب بزميلي فيصل سليمان. ان شاء الله باذن الله حلقه جميله جدا في هذه الاشواط الجميله جدا، اهمها اشواط السنتين وايضا التقديريه. ليش ما تكون اليوم جميلة وفيه دعم المزاد مليون، في اكيد جائزة تقديرية، تواجد أسماء كنا ننتظرها فترة طويلة، أيضا لدينا شوط الخيل العربية الأصيلة، الشوط التجهيزي لكأس الملك فيصل بن عبد العزيز بإذن الله تعالى في نهاية سباقات المصيف. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، أهلا بكم في الأسبوع الثالث ما قبل الأخير لمنافسات سباقات الخيل السعودية. دائم الإثارة لهذه الرياضة تزداد سخونة، دائم المنافسة بهذه الرياضة متجددة، الأسماء بعدد كبير جدا، هنا تحضر هنا تغيب، هنا تتواجد، هنا يتألق مدرب، هنا يخفق آخر، هنا يظهر شعار، هنا يغيب آخر. دائم حلاوة هذه الرياضة وجمال سباقات الخيل السعودية، السرعة تحديدا، القوة فيها خفية، هنا تزداد المتعة، هنا تزداد الإثارة. الحكم فيها ليس بشري، الحكم فيها هو صورة الفوتو فينش الأخيرة على المدربين والخيالات، تجهيز جيادهم وأفراسهم بأكمل جهوزية، ومن ثم هنا الحصاد والثمرة. ما يميز هذه الرياضة أبو سعد أنه لا يوجد فيها حكم بشري، هو خط الفينش والخيل لحم ودم، متغيرة النتائج، خفية المعالم، وأيضا جمالية هذه الرياضة أن التوقع فيها أو التحديد البطل فيها 100% دائم لا يكون صحيح. هو هذا يمكن سر نجاح الخيل وسر عشق الخيل لدى الشريحة الكبرى، لدى الوسط الفروسي، إن كانت جوا السعودية ولا عالميا. صناعة على قولك أبو خلاد البطل، هذه صناعة متعبة جدا. أنت تدري إنه ممكن إنه حنا في مزارع عالمية في أمريكا ولا في أوروبا، يصل عدد الرمك والفحول فيها لعدد كل رمكنا اللي موجودة في جنادرية، مزرعة واحدة ممكن واحدة تعادل فرضا. كل مزرعة، كل رمك في جنادرية وفحولك، أها. وتيجي في الأخير ذا المزرعة بمستشارينها وبخبرائها وبفنيينها، وتمر عليها سنة سنتين ثلاثة ما تطلع بطل. ما طلعت أسطورة. لذلك دائما احنا نقول، دائما بعض الناس يعتقد المنتج يحاول يبحث يطور يقرأ يبحث عن فحول، يبحث عن رمك، يقارب الدماء. احنا الحين ما شاء الله عندنا جيل كمان ممتاز، الحين الشباب يمكن الحين حتى تجد اكبر الملاك الحين موجودين والمنتجين، تجد عنده واحد من عياله ولا اثنين مطلع ويعرفون الدماء اللي ممتازة جدا ووين وصلت ووين تطورت حتى وصلت اليه اليوم. صح. لذلك احنا قاعدين نعمل الان ضمن منظومة عالمية، لذلك هنا نقول نرفع القبة على المنتجين على ما يقدمونه لنا كل سنة من الانتاج السعودي الفاخر اللي يتواجد في الاسطبلات ولا في المزادات واللي بنشوفه يركض معانا اليوم. فاحنا هنا نقدر عمل هذا المنتج اللي قاعد يحرص على انه يطور نفسه ويقدم هذا الانتاج الفاخر اللي يسمى باسم المملكة السعودية،
وبالخطوات الوثابة اللي قاعد تخطيها الآن المملكة بدعم سمو سيدي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، أنا أتوقع أنه ممكن خلال كم سنة نشوف الإنتاج السعودي طلع لمراحل أكبر، وممكن نشوفه بكرة ينافس إن شاء الله في مراحل عالمية. إن شاء الله تعالى. سعود، على ذكر أشواط المزاد اليوم، لما المنتج والمربي يعطيك زهرة، يعطيك ثمرة من شكل، من دم، من تجهيز، في بداية التجهيز قبل العسافة أتكلم، لما يقدم لك المار هذا مكان من النجاح فيه والقوة إلى كم، يعني الدم فل عالمي الشكل 100%، تقول سبوق بنسبة كم هذا؟ تبقى القوة الخفية كم نسبتها يا سعود؟ أعتقد هي القوة الخفية هي الأساس وهي الأهم. يعني لو القوة الخفية هذه ظاهرة للعيان، لا يعني ما في كان تنافس قوي، ويعني أصحاب الأموال القوية على مستوى العالمي هم يعني يأخذون ويشترون الخيل اللي مؤشراتها واضحة. صحيح. لكن هذا السهم خفي، وهذا يعني حلاوة الفروسية وسباقات الفروسية في جميع أنحاء العالم. شركات كبرى على مستوى العالم ينتجون يعني بمزارع كبيرة وإنتاج ضخم جدا، ممكن ما يطلع عندهم في السنة إلا بطل أو بطلين، وممكن يمر عليهم سنتين ثلاث ما يطلع عندهم شيء. فهذا يعني حلاوة الفروسية وسباقاتها، مهما كانت الأبحاث ومهما كانت المؤشرات، لابد هذا السهم الخفي هو يعني العنصر الأساسي اللي بحثوا عنه جميع ملاك الخير والمدربين. لكن هي هناك مؤشرات، هناك معادلات متكاملة إلى نسبة كم تقريبا، من جميع الجوانب. نسبة كم يعني؟ يعني ما أقدر أعطي نسبة، يعني ممكن تكون هذه المعادلة في مهر يعني دمه فاخر ويروح عند مدرب على مستوى كبير من التدريب ومن التغذية ومن الرعاية الطبية. أكيد قلت لك شكل ودم، تمام. بعد ذلك يذهب للمدرب فريق كامل من الاسطبل، لا من ناحية الرعاية الطبية، لا من ناحية التغذية، لا من ناحية التدريب. بعد ذلك لما يروح الميدان يعطي مؤشرات، بعد ذلك يروح السباق ما يطلع شيء. يعني جميع المؤشرات والعوامل النجاح حطيناها في هذا المهر، بعد ذلك يطلع المهر فاشل. هذا شيء طبيعي. يعني كلام ابو فيصل حتى في النسب كلام ذكي ترى، لانه حتى الحين بدينا نسمع الناس كم تعطي نسبه. نعم. انت موضوع النسب هذا ما بدك تخوض فيه، موضوع جدا، لانه ما في شيء يقطع الشك باليقين. يعني تخيل ممكن يقول لك عن مهر هذا 9 من 10 مثلا، نعم مستحيل مستحيل. فلذلك انك موضوع النسب هذا، يعني حتى نسمع في تركيب الدم كم نسبه نجاح هذا المهر، هي ما في. ولو ضامن انا ان الحين كم نسبه نجاح، ما كان سويتها عندي اكيد وخلصنا. اخفاء السبق فيه هي قسمه ارزاق وتوزيع من جمال هذه الرياضه. الحين لما تشوف بعض صغار الملاك ولا صغار المدربين الجديدين على الساحه ولا لسه مثلا بادي، تلقى حاط في مجلس كاس، حاط مفتاح سياره، حاط مثلا اي من الجوائز الكبرى، تساله كيف جاك هذا؟ والله اني شريت لي مهر بقيمه كويسه والحمد لله. لا ممكن في ملايين رخيصة. إيه قيمة يعني رخيصة، نعم، وكويسة بالنسبة لها يعني أقصد، وجاب لي كاس وجاب لي سيارة وجاب لي جوائز، ثم بعت على اسطبل أكبر أو مالك أكبر. من البداية لو كان معروف أنه هذا المهر بطل، ممكن ما قدر يشتريه من البداية أصلا، بيروح بأسعار أعلى. فدائما للسر الخفي والقوة للمهار والمهارات الكامنة واللي غير ظاهرة، هنا يكون من جمال هذه الرياضة، حتى يأتي كبار الملاك ويشترون الأمهار والمهارات المميزة. نعم فيصل، احنا كلام ابو فيصل، في مهر في اوروبا الحين اسمه بليد ري، حصان اسمه بليد ريفر، يمكن المتابعين اسمه قدر بي يعرفونه، وفي حصان اسمه مقول. الحصانين ذول يبيعوا في نفس المزاد. مقول هذا بيع تقريبا بمبلغ حدود ما يقارب 20 مليون ريال، وبليد ريفر هذا بيع ب 20,000 جنيه استرليني، تقريبا قيمته ما وصلت يمكن 40,000 ريال. لفت الدنيا. ما اقول طبعا كسب جروب 1 وبليد ريفر طلع، لكن جت التقوا في سباق واحد الكورنيش بدايه السنه مع سباق، فاز بليد ريفر ابو 20 ذا، فاز على ابو 20 مليون. هذا السهم الخفي، هذا السهم. كثير من كثير من الامثله عندنا في المملكه، كثير في المملكه وفي جميع انحاء العالم في المضمار السعودي. نعم. ويمكن هي عشان نكون واضحين، الانتاج صعوبته الحقيقيه انك عدم المعرفه. لانك انت يعني تلاقي سبحان الله في عندك عرف في أرمكة وفي الفحل وفي الدم وفي الشكل وفي التغذيه وكل شيء، لكن في الاخير يجهلك عرف انه هذا الحصان سبوق ولا لا. ممكن يكون سبوق. يعني انت الحين تجيب كل شيء، يعني العلامات يعطيك اياها من 10 من 10، بس يبقى انت من جوا تقول في الاخير
هو توفيق عند الله سبحانه وتعالى. أكيد. طيب مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، أهلا بكم من جديد إلى أولى أشواط هذه الأمسية، شوطنا الأول للأسماء التي تبحث عن الانتصار الأول في سجلها السباقي عمر 3 سنوات، ثم شوطنا الثاني للأسماء أيضا التي لم تسجل أي انتصار بعمر 4 إلى 5 سنوات، ثم لدينا الشوط الثالث والرابع تكافؤ من 0 إلى 55 ومن 0 إلى 65. هنا قائمة الأسماء أو الأشواط في هذه القائمة. الخيل المبتدئ على مسافة الميل والخيل المبتدئ إنتاج المحلي على مسافة 1600 متر، إنتاج محلي تكافؤ من 0 إلى 55 على مسافة 1600 متر، إنتاج المحلي تكافؤ من 0 إلى 85 على مسافة السرعة. الخيل العربية مفتوح الدرجات سباق تحضيري على مسافة 1600 متر، ثم دعم نادي سباقات الخيل المباعة في مزاد 2020 على مسافة 1400 متر، قيمة الجائزة ½ مليون ريال. أيضا شوطنا السابع نفس المسمى ونفس الجائزة والمسافة، ولكن للأمهار ختام هذه الأمسية، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 2400 متر. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. شوطنا الأول في الحفل 19 عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر، الخيل المبتدئة والتي بدأت بالدخول الآن في البوابات المخصصة لها، هذاف همام، جوفاني، هلال نجد، شبح سما، عصاري، شهاب الثاقب، وحش نجد، تذخير، جروان، محفز، شوكان، النخبة، وطيف العناية، بولو، حومان، هلال، لا ديفانس، هي الأسماء المشاركة معنا في هذا الشوط، الشوط الأول، أول الأشواط في الحفل 19. لازلنا في الانتظار مع شبح سما وكذلك إعصاري على التوالي، ومحاولات الدخول في البوابات 6 لإعصاري والـ9 لشبح سما. هنا أيضا الخيار عبد الله المساعد مع شبح سما، وكذلك عبد الله الراشد مع عصاري، ومحاولات الدخول في البوابات المخصصة في هذا الشوط على مسافة 1600 متر. والاطمئنان على الخيالة والخيل في هذا الشوط عمر 3 سنوات المبتدئة على مسافة 1600 متر. هنا أمر الانطلاق ومحاولات أيضا الاطمئنان الأخيرة، ومن ثم الاندفاع بإذن الله تعالى. يبدو أيضا بأن محاولات لدخول هذاف في البوابة الأولى في جهاز الانطلاق لسمو الأمير فيصل بن خالد ابن عبد العزيز من نسل دبي ديستنيشن في هذا الشوط. هناك أيضا محاولة كذلك الدخول لهذاف مع نايف العنزي، وفاء سعد مدربا في المشاركة الثانية، الظهور الثاني لهذاف، الظهور الأول في موسم المصيف في البوابة الأولى في جهاز الانطلاق كما تشاهدون الآن. مشاهدينا متابعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم في سباقات الخيل السعودية هنا في ميدان الملك خالد بالحوية طبعا في محافظة الطائف، وسباقات المصيف التي نشهدها ونشهد الإثارة أيضا المتواجدة دائما وأبدا في هذه السباقات، سباقات الخيل السعودية في كل يوم وفي كل حفل. هنا دخول لهذاف بالسلامة إلى البوابة الأولى في جهاز الانطلاق. هنا جهاز الانطلاق ببواباته المختلفة، رفعت الراية، فتحت البوابات. سيداتي وسادتي، لانطلاقة الشوط الأول، أول الأشواط في الحفل 19 للمبتدئة عمر 3 سنوات من مسافة 1600 متر. وشاهد هذاف الذي دخل أخيرا يتقدم في هذه اللحظة، كذلك التقدم لوحش نجد مع زبير غياضة من الخارج الآن. المحاولات تأتي لهلال نجد أيضا للتقدم، وفعل شيء في بداية هذا الشوط. هنا أيضا نشاهد جوفاني يحاول التقدم مع الخيار رايد الفيروز لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك أشاهد الآن محفز يحاول أيضا أن يأخذ له مكان، متقدم بولو أيضا من الخارج مع ذرب التمياط في محاولة التقدم لاسطبل الغريبان من الخارج الآن، وأخذ مركز متقدم ولازالت الصدارة لهذاف من الخارج الآن. بولو مع ذرب التمياط، وكذلك المطاردة والملاحقة تأتي لإهلال نجد للتقدم في هذا الشوط. أشاهد جروان أيضا يتقدم إلى المركز الثالث. هنا أيضا المحاولة
محاولات تأتي لنايف العنزي لعدم التأخر إلى مركز متأخر في هذا الشوط، المركز الأول الحفاظ على الصدارة. كذلك ذرب التمياط يأتي من الخارج الآن بشعار الصبل الغريبان مع بولو، هنا أيضا الدخول يأتي لجروان، كذلك مع يوسف الحصي لعبد الله السيف. في هذه اللحظة الاقتراب من المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، بدأت الإثارة، الشعارات المختلفة الآن تتقدم وتتأخر شيئا فشيئا. نشاهد أيضا التقدم يأتي من الخارج لشهاب الثاقب، محاولة أيضا فعل شيء في هذا الشوط، ولازالت الصدارة لهذاف. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع نايف العنزي هذاف بالشعار الأحمر كعادته أيضا من الداخل. الآن جوفاني يحاول هنا الدخول القوي لشهاب الثاقب، يأتي بكل قوة مع فواز والناس، ما شاء الله تبارك الله، بكل قوة شهاب الثاقب للصبل الخليبس مع فواز والناس والمدرب بسام الموسى. إذن ابن لطام شهاب الثاقب إلى المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، والدخول القوي على هذاف في اللحظات الأخيرة الذي يبدو بأنه تراجع إلى المركز الثاني. هنا كان التحفز للشهاب الثاقب من الخارج رقم 7 في هذه اللحظات، الدخول القوي ما شاء الله تبارك الله بكل قوة للصبل الخليبس مع فواز والناس. آخر المشاركات في الحفل العاشر المركز الثالث، هنا الدخول القوي، جوفاني يحاول من الداخل، دخول قوي جدا ما شاء الله تبارك الله للشهاب الثاقب وفواز والناس بكل قوة، قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره دقيقة 48 ثانية وستة أجزاء الثانية. المركز الثاني ذهب لحذاف، هذاف لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. المركز الثالث ذهب لرقم 2 همام لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز. المركز الرابع ذهب لهلال نجد، هلال نجد طبعا رقم 4 لأبناء مسلم بن محمد أبو 2. والمركز الخامس ذهب لمصلحة رقم 9 تذخير لأحمد بشير صياف السحيمي. إذن الكاميرا المقابلة للجيات في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، لقطة جميلة، شعارات جميلة رائعة في هذا الشوط نشاهدها أيضا في تنافس مثير حتى اللحظات الأخيرة. كان هذاف هو المتقدم مع نايف العنزي إلى اللحظات الأخيرة. هنا الدخول على أيسر الشاشة كما تشاهدون الآن مشاهدين متابعين الكرام، دخول قوي ما شاء الله تبارك الله للشهاب الثاقب وفواز والناس لاسطبل الخليبس. ابن لطام يأتي بكل قوة ودخول قوي من الخارج وخطف الصدارة ما شاء الله تبارك الله، وقطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره دقيقة 48 ثانية ستة أجزاء الثانية. كما تشاهدون الآن مشاهدينا متابعين الكرام، مرة أخرى الشوط الثاني للإنتاج عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات على مسافة 1600 متر. هناك انسحابات ل17 بيهان، وكذلك سلطان الغلل، واثق بالله، البروف من الأسماء الاحتياطية في هذا الشوط، ومن القائمة الرئيسية بيهان لنجيب بن برجس الناصر. البقية تتواجد في الأماكن المخصصة لها. هنا أيضا اطمئنان لدخول الأسماء تباعا في البوابات المختلفة، لازالت المحاولات لدخول استبانة رقم 1 في البوابة 14، كذلك هنا أيضا يقظ لسلطان بن عبد الله سالم الغنام في البوابة 5 مع عادل الفريدي. الشعارات المختلفة تدخل في البوابات المختلفة، وهنا أيضا بقي اسمان استبانة وكذلك يقظ في هذا الشوط في الشوط الثاني على مسافة 1600 متر بانتظار دخول الثنائي استبانة ويقظ في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، مشاركة استبانة يتشامخ، يهدف مرتقي متاحة الويصق، نكاسة عديمة الوصايف، شراقة الحجاز، جوزالة يقظ خاطر الفال، وضيئة يا مجيب فخرهم ردات وزعيم الخيل. هنا أيضا كما تشاهدون الآن اطمئنان على الأسماء المشاركة في هذا الشوط، ومن ثم الاندفاع على بركة الله. كما تشاهدون الآن مشاهدينا متابعينا الكرام في سباقات الخيل السعودية هنا في ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية،
ورفعت الراية في هذه اللحظات، فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر 4 سنوات إلى 5 سنوات على مسافة 1600 متر. سيداتي وسادتي في شوطنا الثاني كما تشاهدون الآن الاندفاع لردات، مع اندفاعات هذا الشوط استبانة من الخارج الآن مع يوسف الحصين، ردات ومحاولة التقدم مع جيمي كاريون كذلك. أشاهد الآن الدخول لبقية الأسماء من الداخل، الآن المحاولات تأتي في هذه لحظة للدخول لرقم 4 مرتقب وكذلك 11 يقظ. المحاولة التقدم في هذا الشوط لازالت استبانة في المركز الأول، يتشامخ يأتي الآن مع عبد الله العوفي للإسطبل الأحمر، كذلك المحاولات لردات الإسطبل المنقوش مع جيمي كاريون للتقدم إلى مركز متقدم. هنا الدخول القوي يأتي ليقظ من الداخل كذلك. أشاهد الآن وضيء هنا في التقدم الآن، وضيء بشعار عبد الله المخضوب مع محمد الحبيل، محاولات التقدم في هذه اللحظة كذلك. أشاهد يقظ يحافظ على الصدارة حتى هذه اللحظة، ومن الخارج الآن هنا ردات والتقدم الآن لردات مع جيمي كاريون. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأت الإثارة الآن مع الاقتراب من المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، الصدارة لردات الآن المركز الأول بكل قوة للصبل المنقوش مع جيمي كاريون. المحاولات تأتي كذلك ليقظ، ومن الخارج الآن أشاهد نكاسة أيضا تحاول أن تتقدم، استبانة تحاول أيضا في مركز متأخر، لا زالت الصدارة لردات. هنا الدخول يأتي بكل قوة ل13 وضيئة، محاولات من الخارج الآن، لا زالت الصدارة لردات مع جيمي كاريون. ردات الدخول يحاول أيضا وضيئة في آخر الأمتار، ولكن ردات يحافظ على الصدارة والمركز الأول بكل قوة. وضيئة هذه الفرس لعبد الله مخضوب، تأتي في المركز الثاني، وردات ما شاء الله تبارك الله بكل قوة من البداية وحتى النهاية محافظة على الصدارة. إسطبل المنقوش ظهور الأول في سباقات المصيف مع بدر المحيميد مدربا جيمي كاريون خيالا، ويقطع مسافة 1600 متر. ردات بزمن وقدره 1:47 84 جزءا من الثانية، رغم المحاولات أيضا في المركز الثاني لوضيئة للدخول على ردات، وكذلك رقم 7 نكاسة لفالح سبيع في المركز الثالث في نهاية المطاف. إذن ألف مبروك لإسطبل المنقوش، بدر المحيميد، جيمي كاريون في هذا الشوط، فوز ردات في هذا الشوط. أسعد الله مساءكم متابعينا، متابعين القنوات الرياضية في كل مكان. أحييكم هنا من ميدان الملك خالد، ميدان المصيف بمدينة الطائف. طبعا معايا الفائز بهذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، هذا يعتبر الانتصار الأول في نادي سباقات الخيل، برافو، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك أختي، الحمد لله أول انتصار لي، ونطمع للمزيد بإذن الله إن شاء الله. طب حكينا عن بدر المحيمد أكثر، ما شاء الله هنا الشباب فرحانين بفوزك وفرحانين فيك، ونبغى نعرف إيش اللي عملتوه في هذا الشوط، كيف كان توجيهكم للخيال جيمي كاريون، وفين تشوفكم إن شاء الله، فين تشوف ردات إن شاء الله في السباقات الجاية؟ أول شيء اللهم لك الحمد والشكر، هذه حقيقة يعني من محبة الناس الفرحة هذه صراحة. مدرب شاب، مدرب طموح إن شاء الله، مدرب جديد على الساحة، وكل إخواني الشباب صراحة اللي بيعطون فرصة إن شاء الله بيقدمون مثلي وأحسن بإذن الله. إن شاء الله. تهدي لمين هذا الفوز؟ لأبو عبد الله المنقوش طال عمرك، اللي له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى إنه أعطانا هالفرصة صراحة، وأنا ما بصراحة ما أنسى له هالمعروف هذا أبدا. طيب ما جاوبتنا على ردات، وين راح نشوفه؟ على حسب، نشوف وضع حصان بعدين نشوف على ما قلنا نوديه ان شاء الله. يعني توعدنا ان شاء الله راح نشوف بدر ان شاء الله في الرياض ان شاء الله؟ باذن الله، باذن الله ان شاء الله، باذن الله، الله يوفقك. الف عافيه ومتبوعه ان شاء الله، والف الف مبروك. الله يعافيك ويبارك فيك اختي. الله يعافيك. مشاهدينا متابعينا الكرام، اينما كنتم، شوطنا الثالث للخيل المنتجة محليا عمر 3 سنوات فاكثر التكافؤ حتى تصنيف 65، ستنطلق 18 من الأسماء من علامة 1600 متر، 10 حصن في مواجهة 8 من الأفراس، ونشاهد جهاز الانطلاق عند علامة 1600 متر بانتظار انطلاق ثالث الأشواط. هنا نشاهد هذه الأسماء المشاركة، لم يتبقى سوى 4 أسماء في طريقها إلى الخانات المخصصة لها. نشاهد رقم 17 المرشح من الزميل فيصل سليمان، غلا وطني، يستعد للبوابة العاشرة.
فيما مزحزح ابن النجم الثاقب يستعد إلى البوابة الثانية عشر، وريتلاند ابن بايرون مع عبد الله الخميس إلى البوابة الثامنة لينطلق ثالث الأشواط. بالتوفيق للجميع. هنا نشاهد مزحزح إلى البوابة العاشرة، المحاولات جارية لإدخاله، خيل الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر، تعطى الخيل المشاركة 3 محاولات وبعد ذلك تسحب من المشاركة. وبإذن الله جميع الأسماء ستتجه إلى الخانة. آخر محاولة لمزحزح وسيستقر بإذن الله في الخانة 12 في سجل 5 مشاركات في المصيف. إذن على ما يبدو تم سحب مزحزح من المشاركة. مشاهدينا متابعينا الكرام، الاطمئنان على سلامة الخيل والخيالة، رفعت الراية البيضاء تندفع على بركة الله ثالث أشواط الحفل 19 شوط التكافؤ حتى تصنيف 55 بمشاركة ودها إكسترا بلو، ابن ديباجية الكحير، إتلاند نجمة الزارية، العيون وجدان، سعد الخوي، حكيم الميدان، يبتسم سرب القطة، فارس نجد، غلا نعيمات لقب، وزهرة بقعة، وغلا وطني، وإشراقة الرياض. تنطلق الخيل بسرعة متوسطة. هنا نشاهد الصدارة تبدأ مع سعد الخوي وسرب القطة ابن التجاويد، تحاول خطف السياج في هذه الأثناء في متابعة من سعد الخوي إلى ثاني المراكز. وأيضا نشاهد غلا وطني الاسم المرشح يحاول الانطلاق في هذه الأثناء. خيل الانتاج مع بعضها البعض، المستوى متقارب حتى الآن. الصدارة نشاهد ابن ديباجية من الخارج في رابع المراكز، متمركز في موقع ممتاز. وأيضا المحاولات هنا في هذه الأثناء مع سعد الخوي ابن دانس وذ ريفانس مع أحمد الأزهري يقود السباق في هذه الأثناء إلى المركز الأول. نجمة الزارية تحاول أيضا في هذه الأثناء مع محاولات كذلك من قبل ابن ديباجية، والمحاولات أيضا من سرب القطة للحاق في هذه الأثناء. بدأت الخيل بالتحرك، الدخول للأمتار الأخيرة والخط المستقيم. سعد الخوي إلى المركز الأول في هذه الأثناء، ينطلق بكل قوة يحاول الهروب والابتعاد، يشهد دخول قوي من ريتلاند في هذه الأثناء، وكذلك إسترا بلو بجوار السياج يحاول الانطلاق هنا. إذن فارس نجد أيضا منافسة ثلاثية هنا. سعد الخوي لا زال في الصدارة، سعد الخوي في الظهور السادس له في المصيف، هل سيضيف الفوز الثاني؟ يبدو ذلك. سعد الخوي ابن داس وذ ريفانس والمنطلق من البوابة الخامسة يسجل الفوز الثاني في سجله السباقي والأول في المصيف. سعد الخوي لفارس تيسير الفتوح، تدريبات فارس الفتوح والقيادة لأحمد الأزهري، ألف مبروك. انطلق منذ البداية وحتى خط النهاية، اندفع سعد الخوي ابن دانس وذ ريفانس. هنا نشاهد الأمتار الأخيرة لسعد الخوي ابن دانس وذ ريفانس، والأم ريجل موليدي ابنة سونغ أند براير يسجل الفوز الثاني في سجله السباقي، اندفع من البوابة الخامسة تصنيفه 54، سجل الفوز بزمن وقدره 1:49 11 جزء من الثانية، وبفارق طول عن وصيفه في المركز الثاني. سرب القطة ابن التجاويد لسلمان عبد الله سعد الجلبان، دربات محمد النحاس والقيادة الفواز والناس. مركز الثالث لريتلاند، المركز الرابع لإكسترا بلو، والمركز الخامس لرقم 10 حكيم الميدان ابن سيبوي. إذن كان هذا هو الشوط الثالث. أسعد الله مساءكم مشاهدينا متابعين القنوات الرياضية من جديد. نحن هنا في ميدان الملك خالد ومعايا في هذه اللحظات المدرب والمالك فارس الفتوح. ألف ألف مبروك هذا الانتصار، نبارك لكم، مبارك لأهل الشرقية. الله يبارك فيك اختيفة، والحمد لله حسان ركب مركض زين اليوم. الشوط كان 0:55، الحمد لله استطعنا نحصل على هذا الشوط الحمد لله. طيب إيش كان توجيهاتكم للخيال أحمد الأزهري؟
توجيهات كانت مسافة 1600 والحصان يعني لا مشى قدام يواصل ما عنده مشكلة، فخليته يطلعوا قدام إذا مشت خيل أسرع منه يعني يهدي حصانه شوي يلم حصانه، إذا ما حد طلع معه ما حد ضايقه يعني أسرع منه يمشي على ما مشى والحمد لله. طيب توعد بجمهورك أنه راح نشوف سعد الخوي في هذا الموسم ولا راح نشوفه في الطائف في الرياض إن شاء الله؟ والله على حسب، بعد المركاض نشوف هذا شو وضع الحصان، تدريبات الأسبوع هذا إذا أموره زينة يمكن نسجله على آخر حفل، إذا والله أخذ منه السباق إن شاء الله الوعد الرياض إن شاء الله بإذن الله. ألف مبروك، يعطيك ألف عافية ومتبوعة إن شاء الله. الله يبارك فيك وشكرا لكم. شكرا. إلى رابع الأشواط، صوت التكافؤ حتى 85 أسرع المسافات في المضمار الرمل السعودي 1200 متر، 17 من الأسماء، 12 جوات في مواجهة 5 من الأفراس عمر 3 سنوات فأكثر، ستنطلق بإذن الله بعد لحظات. رفعت الراية، لحظات، تندفع خيل 3 سنوات فأكثر في شوط مفتوح الدرجات، شوط التكافؤ حتى تصنيف 85 بمشاركة 17 من الأسماء. الانطلاقة سريعة كعادة أشواط السرعة، يقود السباق هيدن سبيل ابن داندي مان مع لويس موراليس، هي المتصدرة، هي في المركز الأول فيما نشاهد هنا. بوادر خير على ما يبدو تحاول أيضا الاندفاع في هذه الأثناء إلى ثاني المراكز، والمحاولات من قبل فات إلى ثالث المراكز، وأيضا العضوي بن جيما وينك مع محمد الحبيل يطارد في هذه الأثناء في متابعة أيضا من قبل عيون كريم من خلفهم، وهنا الدخول للأمتار الأخيرة والخط المستقيم. هيدن سبيل لا زالت تقود السباق حتى الآن ابن الدانديمان مع لويس موراليس، وهنا أشاهد العضوي يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، ينجح في خطف السباق، ينجح في خطف الصدارة، يندفع بكل قوة العضوي بن جيما وينك لعاصم عبد الرحيم محمد المرغلاني، ومحاولات من سلطانة الرياض من الخارج للدخول المرشحة تنتزع الفوز الرابع في سجلها السباقي والثاني في المصيف. سلطانة الرياض ابنة سبرينغ أتلاست تسجل الفوز الرابع في سجلها السباقي والثاني في المصيف، سلطانة الرياض ابنة سبرينغ أتلاست، والأم عنان ابنة سونغ أند براير تسجل الفوز في هذا الشوط وتظفر برابع أشواط الحفل 18. ألف مبروك. طول وثلاث أرباع الطول وزمن وقدره دقيقة 18 ثانية، 21 جزء من الثانية لبطلة الشوط سلطانة الرياض، المركز الثاني لرقم 12 العضوي بن جيما وينك لعاصم عبد الرحيم محمد المرغلاني، دربات عبد الرحيم حمدان القيادة لمحمد الحبيل، المركز الثالث لرقم 9 لعيون حسن بن وطني ولم كوجو لأبناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعنين، دربات عبد الرحمن الشافي القيادة لسلمان الرشيد، المركز الرابع لرقم 13 زندار بن ويسس دريم لرفاع سنة غريبان، دريبات فوز غريبان والقيادة لأكسس مورينيو، والمركز الخامس لرقم 11 الصحابي بن زفاتة لصالح علي الحمادي، دريبات فيصل الشيباني والقيادة لعبد العزيز الموسى. كان هذا هو الشوط الرابع، وسلطانة الرياض رشح الزميل فيصل سليمان وذهبت بالنتيجة. عودة مجددا متابعينا الكرام مع خامس الأشواط، خيل الأصايل، الخيل العربية، شوط مفتوح الدرجات، وهذا السباق التحضيري لكأس جلالة المرحوم بإذن الله تعالى الملك فيصل ابن عبد العزيز يرحمه الله. 18 من الأسماء الأصايل، 7 أفراس في مواجهة 11 من الحصن، تستعد لانطلاقة خامس الأشواط ومسافة الميل 1600 متر. ستاشر شاة تتنافس من خلال خامس الأشواط، يتم إدخال الأصايل الآن والاطمئنان
على سلامتها قبل فتح البوابات لينطلق الشوط التحضيري للشوط الكبير والمرتقب، وهذا الدعم الكبير والسخي من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين نصرها الله وأدامها. هنا نشاهد جهاز الانطلاق عند علامة 1600 متر تلال الخالدية، الاسم المرشح مع أيضا الزميل عايش ذهب مع الجواد نبيل الخالدية الثاني، وهو الأعلى تصنيف في هذا الشوط. نبيل الخالدية الثاني يبلغ تصنيفه 90 درجته. هنا نشاهد تلال الخالدية يستعد إلى البوابة 14 في الظهور الأول له في المصيف، والظهور السباقي الثاني في سجله مشاركة وحيدة وانتصار سجله في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض. السن موحد في هذا الشوط، عمره 3 سنوات، وترتقب الأصايل. يبدو أن هناك مشكلة في أحد البوابات، البوابة 14 مع أحد الجياد، ستتم بإذن الله تعالى إعادة إدخاله. تلال الخالدية إذن في موقع البوابة 14 هنا نشاهد اللحظات الأخيرة. هنا رقم 9 حازم جودة يستعد، هو الآخر. السن بداية السباقات للأصايل تكون من عمر 3 سنوات، فما نشاهده من فزع بعض الجياد أو رهبتها أو امتناعها من الدخول أمر طبيعي للغاية، وذلك لصغر سن هذه الجياد وقلة النضج السباقي لها، فأغلب هذه الأسماء لم تشارك سوى مرة أو مرتين، وأكثر جواد يشارك هنا شارك 3 سباقات. نتمنى السلامة للخيالة وللخيل، وأن لا يضيع الله من تعب وجد واجتهد، وأن ينال مراده، وبالتأكيد الكل سينال مراده بإذن الله في ظل هذا الدعم القوي والتمكين في هذه البلاد المباركة للخيل وأهلها. وهذا الدعم السخي، هنا نشاهد الأسماء والإنتاج في ازدياد. 1600 متر مشاهدين متابعين الكرام، لازلنا ننتظر. إذن تم سحب تلال الخالدية من المشاركة في السباق، رفعت الراية، فتحت البوابات لمنافسة شوط الخيل العربية، سباق تحضيري، شوط مفتوح الدرجات، عمر 3 سنوات. ها هي الأصايل تندفع من 1600 متر، جدلاء الجحيف، عامر القاضي، حازم البراق، والثاب الحردة، شلفة الحزام، جمران الخالدية، حازم جودة، وزاكية الخالدية، صميدة عذبة، وزرقاء المدام، نبراس الأمل الثانية، منذر الأمل، نبيل الخالدية الثاني، ومجد عيوننا، وخالد الزاملية، هتون الخالدية، وتالا دي بين. هنا نشاهد الانطلاقة متوسطة السرعة للأصايل، الصدارة في هذه اللحظات نشاهدها مع زاكية الخالدية تقود السباق، نبراس الأمل الثانية إذا في هذه اللحظات تندفع إلى المركز الأول، منذر الأمل إذا يقود السباق في هذه الأثناء في متابعة من مجد
مجد عيوننا إلى ثاني المراكز والمحاولات في المركز الثالث من قبل نبيل الخالدية الثاني لاسم المرشح في هذا الشوط، وأيضا التحرك في هذه الأثناء لخالد الزاملية يحاول الاندفاع في هذه الأثناء مع حازم جودة الذي يحاول التحرك بكل قوة في هذه الأثناء. لا زال منذر الأمل ابن دهر مع رائد الفيروز يقود السباق في هذه الأثناء، نبيل الخالدية الثاني في الظهور الأول له، ابن عوين العريق يقود السباق مع المنعطف الأخير، يبدأ مع سلمان الرشيد الأعلى تصنيف في هذا الشوط يحاول الابتعاد، يشهد ضغط قوي من منذر الأمل، نبيل الخالدية الثاني ابن عوين العريق والأم نبيلة الخالدية، يوسع الفارق، سلمان الرشيد يطلب منه الابتعاد، يبتعد يبتعد نبيل الخالدية الثاني، يبتعد في الظهور الأول بالفوز الأول. ألف مبروك لهادي حمد المرزوق، دريبات لحمد الرشيد والقيادة لسلمان الرشيد. إذا نبيل الخالدية الثاني الأعلى تصنيف في هذا الشوط بطلا للشوط الخامس. ذهب الزميل عايش البقومي في الاستوديو التحليلي مع ترشيحه، ها هو يصادق على الترشيحات ويظفر بالشوط الخامس. 1600 متر لنبيل الخالدية الثاني ابن عوين العريق والأم نبيلة الخالدية، هنا نشاهده يوسع الفارق وأداء جميل ورائع من قبل الخيال سلمان الرشيد لبطل هذا الشوط، وبزمن وقدره دقيقة 55 ثانية 97 جزء من الثانية لبطل الشوط رقم 16 وبفارق 4 أطوال و3 أرباع الطول. إذن كان هذا هو الشوط الخامس والمتعة التي شاهدناها مع نبيل الخالدية الثاني. مشاهدينا الكرام، على بعد لحظات قليلة لانطلاقة هذا الشوط المخصص لمهرات السنتين، رفعت الراية البيضاء لحظات قليلة، فتحت البوابات لاندفاع مهرة الانتاج عمر السنتين متنافسة في هذا الشوط على دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020، وعلى مسافة السرعة مسافة 1400 متر بمشاركة 17 اسما. للانطلاقة تبدأ على ما يبدو من سحر الطائف في المركز الأول من المسار الداخلي، وشاهد أيضا المتابعة والتقدم يبدأ من شعاع رماح في المركز الثاني من المسار الخارجي، وأيضا أتابع في هذه الصورة زينة الفال في المركز الثالث من المسار الخارجي، وأيضا بنتوتا في المركز الرابع. هذه الانطلاقة السريعة تأتي أيضا نوارة هيا في المركز الخامس، مهرات الانتاج عمر السنتين وجائزة النصف مليون ريال سعودي. إذا شعاع رماح الآن تقود هذا الشوط وبقوة تقوده، شعاع رماح تقوده، وأيضا الأسماء القادمة بناء قادمة من المسار الخارجي، وأيضا أشاهد إنجازية قادمة من المسار الخارجي ربما تكون لها كلمة في هذا الشوط، إنجازية فيما شعاع رماح لا زالت تقود الشوط، إنجازية قادمة من المسار الخارجي قادمة لتسجيل إنجاز جديد وجائزة النصف مليون ريال سعودي، إنجازية لعاد الدخيل مبارك الجمعان، إنجازية وإنجاز مميز لإنجازية على خط النهاية، إنجازية توقع هذا الإنجاز الكبير ما شاء الله تبارك الله، إنجازية ابنة السكلير لعاد الدخيل مبارك الجمعان. تدريبات عبد العزيز الموسى وقيادة محمد إدهام، قيادة موفقة ذهب بها لنيل جائزة دعم نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2020 في دعم متواصل لمخرجات هذا المزاد، مزاد نادي سباقات الخيل. مشاهدينا ألف مبروك لعادل الجمعان. يتوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل المالك عادل الجمعان والخيال محمد الدهام والمدرب عبد العزيز الموسى بعد انتصار إنجازية بدعم نادي سباقات الخيل للمباعة في مزاد 2020. ألف ألف مبروك.
أهلا بكم من جديد. هنا الشوط الأول لدعم إدارة نادي سباقات الخيل للأمهار المباعة والمهرات في مزاد 2020. يذهب شوط النصف مليون الأول لإسطبل عادل الجمعان، تدريبات عبد العزيز الموسى وقيادة الخيال محمد إدهام. محمد، ألف مبروك هذا الانتصار، كنت متأخر، المتابع لهذا الشعار والمدرب أيضا فقد الأمل، جيت من الخارج عبر 600 واستجابت معك الفرس ومشيت. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فضل الله وتوفيقه وسهل الله الأمر وقدرنا نكسب الشوط، واليوم الفرص جت على ما سماها رعيها إنجازية وأنجزت الشوط. وهذه الخيل يعني هذه الفرس يعني ما هي بسريعة، فالأول تنتظر، بس ما شاء الله عليها عندها دخول قوي وإن شاء الله لها مستقبل طيب. بما أنها جت بطيئة على 1200 بتكون أفضل على 1400 وال 1600، أتعبتك شوي إنجازية اليوم كون المسافة قصيرة عليها؟ إن شاء الله بإذن الله بالأيام الجاية إن شاء الله بتصير أفضل بإذن الله. وأيضا أشكر المدرب على أعطاء الفرصة والمالك أيضا اللي أعطاني الفرصة وأعطاني الثقة على هذا الفرص، ويستاهل المالك هذا بحكم أن أنا قريب له وأشوف أنه يعني مالك مجتهد وعنده طموح عالي ويشتري ويتعب وإن شاء الله أنه يلقى ما يتمناه. على ذكر المالك عادل الجمعان، هنا أحد مشترياته من المزاد، اشترى أكثر من الاسم، اليوم تكسب إنجازية نصف شوط النصف مليون ريال، أنت دائم محمد مرتبط بهذا الشعار. الحمد لله هذه شرف لي وأنه أعطاني الثقة أبو وليد على أني أرتدي الشعار هذا، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما، وأشكر أبو وليد على هذه الثقة وأتمنى له التوفيق. متى نشوف محمد في دروب الآن بسيط ببداية الرجعة يا محمد؟ أقول إن شاء الله هذه الأرزاق هي قسمة نصيب، وإن شاء الله يوم لك ويوم لغيرك. توفيق. شكرا. متابعين الكرام، مع سابع الأشواط للحفل 19 خيل السنتين المشاركة في دعم نادي سباقات الخيل المخيل المباعة في مزاد 2020. هنا علامة 1400 متر 18 من الأسماء، 3 أفراس في مواجهة 15 من الحصن و6 أسماء في هذا الشوط تشارك لأول مرة في السباقات الرسمية. إذن من ضمن هذه الأسماء 6 أسماء تشارك لأول مرة في السباقات السنتين داخل البوابات. اللحظات الأخيرة تندفع بسم الله لسابع الأشواط خيل دعم نادي سباقات الخيل، الخيل المباعة في مزاد 2020. 18 من الأسماء تتنافس من علامة 1400 متر الإعجابي، إعجابي ابن فيت بيدز مع عبدالله الفيروز الأعلى تصنيف في هذا الشوط، وصاحب الانتصار يبدأ السباق في متابعة أيضا من قبل بيات ابنة باتريوتا أكت مع عبدالعزيز الموسى، هي الآن المتصدرة تقود السباق في هذه الأثناء. فرواع ابن باتريوتا أكت مع مشاري العيسى في المركز الثاني في متابعة من ميلر ابن ترانكل مانر مع جيمي كاريون، والمحاولات أيضا من قبل مدهر في رابع المراكز يحاول الانطلاق، وإعجابي متمركز في موقع ممتاز إلى خامس المراكز. بيات الآن فرواع يذهب إلى المركز الأول، يذهب إلى الصدارة. هنا تدريبي ابن تورالاي سن مع لويس موراليس، المنعطف الأخير، الأمتار الأخيرة. هنا تدريبي إلى المركز الأول، إعجابي يعاود الظهور ابن فيت بيدز ويندفع إلى المركز الأول بكل قوة في ظهوره الثالث. هل سيضيف الفوز الثاني على التوالي؟ يبدو ذلك. إعجابي ابن فيت بيدز لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي يسجل الفوز الثاني بكل أريحية. ما شاء الله تبارك الله، إعجابي بطلا لدعم نادي سباقات الخيل شوط الخيل المباعة في مزاد 2020. ألف مبروك. ما شاء الله تبارك الله، إعجابي يسجل الفوز الثاني في سجله والثاني على التوالي من المشاركة الثالثة. حضر في الحفل الثامن، حل في المركز الثالث، عاد في الحفل السادس عشر، سجل الفوز الأول في سجله السباقي ليعود في الحفل التاسع عشر ويضيف الفوز الثاني في سجله والثاني على التوالي، ابن الفحل فيت بيدز لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي بزمن وقدره دقيقة 33 ثانية 49 جزء من الثانية، وما شاء الله تبارك الله بفارق 6 أطوال و3 أرباع الطول. إذن إعجابي إلى المركز الثاني يواجه
لابناء محمد عبد الرحمن الطريف، دريبات لان موسى القيادة العادل فريدي، المركز الثالث لأحد عشر طيب المجد بن سبرينغ أتلاس لعبد يزو معلى السهلي، دريبات تركي السهلي والقيادة محمد الدام، المركز الرابع لفرواع ابن بتريوت اكت لعادل دخيل مبارك الجمعان، دريبات حسين الشويب والقياده المشاري العيسى، والمركز الخامس لرقم 18 تدريبي ابن توايلايت سن لعبد الرحمن سعد عبد الله النواج، دريبات لحمد الرشيد والقياده للخيال لويس موراليس. دقيقه 33 ثانيه 49 جزء من الثانيه لبطل الشوط إعجابي الذي سجل الفوز الثاني في سجله والثانية على التوالي. ألف مبروك لنغيمش فهد عبد الهادي العجمي. مشاهدينا متابعينا الكرام، كان هذا هو الشوط السابع وثاني أشواط دعم نادي سباقات الخيل، الخيل المباع في مزاد 2020، وهذه المتعة التي عشناها مع إعجابي والذي رشح الزملاء في الاستوديو التحليلي. طبعا الآن يسلم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، المدرب حمد الرشيد، وكذلك الخيال عبد الله الفيروز، وأيضا من هم من ملاك إعجابي من الغيمش العجمي. ألف مبروك إعجابي الذي ظهر بهذا المستوى الكبير. أهلا بكم من جديد، هنا الشوط الثاني للمهار، وقيمة الجائزة نصف مليون ريال المقدمة من إدارة نادي سباقات الخيل دعما للمنتجين والمربين والمشترين أيضا من المزاد الرسمي 2020، الفائز المالك نغيمش العجمي وأيضا المدرب حمد الرشيد. أبو محمد، حضرت في وقت الحسم كعاداتك. الحمد لله والشكر، هذا بتوفيق الله نحن نحسم هذا الشوط اليوم. إعجابي بيّن أنه مهر فاخر كون انه اول في السباقات الرسميه. الحمد لله، هذا مهر فاخر من يوم شرناه من المزاد، وحنا نتامل فيه بشيء اكبر من كذا لله الحمد ان شاء الله تعالى. وين بيروح؟ في كاس نهايه المصيف؟ عطنا الاجابه الصريحه، ولا بتقول لهم الوعد ميدان الملك عبد العزيز بالرياض؟ يا طويل العمر، هذه امور تقريرها عند صاحب الحصان. حنا نحط الكوره عنده، ما حد ما يقرر، هو صاحب المالك هو اللي يقرر، اما يأجله للرياض او يروح للكاس الثمين علينا. صدقني صاحب الحصانه بيقول الشغل عند المدرب، وهذا الاحتراف ترى يا ابو محمد، انه بيقول لك حنا نبغى المنصه سواء هنا ولا في الرياض. انا طبيعتي واحده مع الملاك، اهم ما علي المالك ورضاه. يمكن بعض الملاك ما يبي يتعب حصانه، فاهم شيء اني ارضيه. انا باخذ المعلومات منه وان شاء الله يجيك الخبر اليقين. ليش تقول عبد الله الفيروز اخر مره تركب عندي؟ ما ادري، او زي كذا الكلمه هذه قريبه منه. اي، لان عبد الله الفيروز، ايوه، نقول احنا اعطيناك شانس وان شاء الله بتفوز. بس انتبه في الجوائز الجايه، لان عندنا خيل، ما هو بهو بس. ان شاء الله عندنا خيل في الكيسان ننافس على باذن الله. اليوم الى طفك ولدك بندر يقول انا ابغى انحاش عنك بشعر النواش وانطردته في الميتين. هذا الكلام حتى قايله لويس، قلت خلي النواش يمشي قدام الى الميتين الاخير، قل السلام عليكم والحمد لله والشكر له. لكن اشكر اداره النادي واشكر الامير بندر على هذه الجوائز الكبيره اللي دعمها لنا في المزادات وفي غيرها، دعما حتى للملاك الجدد يجون يشترون. احنا لله الحمد، جوائزنا ثمينه وجوائزنا تضاهي الناس اللي برا، الحمد لله. احنا ابو محمد، دعم القياده الرشيده خلتك تشتري حصان عربي شفناه كسب اليوم، حضرته، بتحضر كاس الملك فيصل، بتحضر الكوس جايه في الرياض، عندكم مليون ريال. اتجهت الخيل العربيه نبيل الخلديه الثاني اليوم قدم عرض جميل. والله كل انسان له هوايه، دخلت هوايه الخيل لازم انك تنوع الامور، والخيل العربيه لها دعم كبير، ولازم احنا نسلك مسلكهم، ننجح او ما ننجح، لكن الحمد لله نجحنا ولك الله الحمد اللي نجحنا، ولازم حنا نسلك مسلك الهجن ونجحنا في الهجن. يعني لازم ما نقف على محل، لأن الهواية هذه لازم أنك تروح فيها في كل محل. أنت مسيطر على الكل ما شاء الله يا محمد. المهر العربي متى شريته وكيف سميته؟ شريته المهر العربي عمره 6 شهور، أيوة، من مزاد الخالدية. سميته نبيل الخالدية، هم اللي سموه، ما حطونا فرصة نسميه باسم يلوق به، لكن نبيل الخالدية نبيل على اسمه، وهو لايق فيه ولايق به، يعتبر نبيل إن شاء الله. طيب، في 3 سنوات يعتبر نبيل إن شاء
شكرا محمد. شكرا شكرا, شكرا على امرك طويل. شكرا. لحظات قليلة تفصلنا على انطلاقة شوط جديد, شوط مثير جديد على مسافة الى 2400 متر. نتمنى السلامة لجميع الاسماء المشاركة. ننتظر هذه الانطلاقة. نجام على ما يبدو في البوابة التاسعة. نتمنى له السلامة. اذا رفعت الراية البيضاء الان مشاهدينا الكرام. لحظات قليلة فتحت البوابات. تالي اندفعت جياد الانتاج عمر 3 سنوات فأكثر متنافسة على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية, وعلى مسافة 1400 متر الانطلاقة تبدأ سريعا مع بهيف في المركز الأول من الداخل, فيما يأتي متيمن أيضا من المسار الخارجي ليتقدم, بالإضافة لولد دخيل الذي يتقدم في المركز أيضا. التقدم يأتي من اندلب الانك في المركز الثالث. مشاهدين الكرام شوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية, التقدم الكبير مع بهيف للمركز الأول بشعار سعد المطيري وتدريبة فواز الغريبان وبقيادة أصيل السرحاني. أندلب الأنك يأتي من المسار الخارجي في لحظات محاولات لسؤدد في المركز الثالث. من المسار الداخلي محاولات قوية أيضا من بقية الأسماء. قحوم قادمة من المسار الخارجي ولكن سؤدد يبدأ رحلة التسيد في هذا الشوط في المركز الثاني, وأيضا القيادة مع بهيف بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. هل يواصل مع حضور أيضا ولد دخيل من المسار الداخلي؟ سؤدد من المسار الخارجي, هل يأتي سؤدد؟ هل يتسيد سؤدد من المسار الخارجي؟ يتسيد سؤدد على خط النهاية مع نواف المضياني, يسجل الانتصار بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. ألف مبروك لهذا الشعار الأحمر, شعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. ألف مبروك هذا الانتصار أيضا مع الخيال السعودي المتميز نواف المضياني الذي يسجل موسم مصيف مختلف ما شاء الله تبارك الله, وهو أحد الخيال السعوديين الذين يتيح لهم الإسطبل الأحمر الحضور وبقوة وتمكن ما شاء الله تبارك الله. هنا اللحظات الأخيرة, سؤدد مع نواف المضياني, سؤدد للمركز الأول وهو اسم غني عن التعريف. سؤدد اسم غني عن التعريف, مرشح مميز طبعا, مشرف الإداري سعود بن سعد وأيضا فهد سعد ونواف المضياني يتسلمون جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية من الأستاذ سالم بن محفوظ مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل. هنا ختام هذا اليوم, جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية تذهب لإصطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز, تدريبات سعود سعد وقيادة نواف المضياني. أبو سلطان نقول لك ألف مبروك, هذه عادات الأحمر, وهنا البطل سودد يتغلب على الجميع ويكسب هذه الجائزة. السؤال الأهم يا أبو سلطان, لماذا سحبته في الأسبوع الماضي؟ فضلت أن يكون الأسبوع هذا ولا كان عنده ظرف؟ الله يبارك فيك ويطول عمرك, وبارك لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد, وبارك للأخ سعد بن مشرف والمدرب القدير عبد الله بن مشرف. وسحبه كان سحب تكتيكي علشان الجائزة هذه, على أساس أخوه كان بيركض اللي هو كارب لانكو في السباق اللي راح وركض وجاء ثاني, وهو سحب علشان هالسبق, والحمد لله من فضل الله خذها سبحانه. أبو سلطان بصراحة لو كان مع فالينا كان يتفوق عليها؟ والله يا طول عمر ما فلينا سبق فرس بطلة ماختن كاس اليابان وضاربت من أحسن أفراس في الميدان وفرس ممتازة. ما ندري, صعب الواحد تنبه, لكن الحصان بطل هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سواء على الميل وعلى الألف وأربع حصان جدير. بطل كاس الملك كاريب لانكو كانت مشاركته مرضية لكم كونه على مسافة 1600 وبطل جاي على سباق تحضير نسميه, ولا أخفق الهقوة؟ لا والله يا طويل العمر, هذا حصان فعلا كان يحتاج السبق هذا وسبق تحضيري, والحمد لله يعني انه ركض بشكل مرضي, يعني حصان له فترة عن السباق وجاء ومن اول مرة يجي ثاني, هذا شيء طيب يعني يعتبر لا بأس, واللي سابقته فرس بطلة ما في كلام. في أبطال مو أقولك نسيناهم فقدناهم, مرتجح بدر مغترة بين الدحيم
متى بيجون هنا ولا الوعد الرياض؟ بإذن الله في الرياض إن شاء الله بحي الله وقوته إن شاء الله. يعني أخذوا إجازة لها فترة نقاهة؟ والله يا طويل العمر خيل الله يبارك فيها حسب ترتيب مدربها لها الأخ عبد الله، رتب سباقات ومن فضل الله كسبت، والآن إن شاء الله نطمح إن شاء الله الموسم الرياض، تعرف موسم الرياض السنة ذي بإذن الله بيكون موسم حافل إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله، وموسم حسب المسودة اللي طلعت غير المواسم اللي راحت كلها إن شاء الله تعالى. أبو سلطان، هل الدماء تركيب الدماء تطورت في إسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد؟ كون وجهة أبطال مستوردة، شاركت في كوس السعودية، الآن اعتزلت أبطال كوس ملك، أبطال كوس ولي العهد، هل ترى أنت يا أبو سلطان كونك قريب عن تركيب في تركيب الدماء والرمك والفحول في الإسطبل تطور؟ والله يطول العمر، الله يحفظ الأمير ويطول عمره ويمتع متاع الصالحين. الأمير ما يألو جهدا في أنه حريص على أن حنا نجلب الأفضل للأفضل سواء للمزرعة أو الإسطبل. بالتالي أنت إذا صرت سياستك الدور الأفضل طبيعي إن شاء الله بيصير عندك إنتاج ممتاز، وبيصير عندك خيل ممتازة وخيل مستقبلا ممتازة، وسياسات النادي اللي هو نادي سباقات الخيل محفزة على أنك تتعب وتثابر تجيب الأفضل ثم الأفضل، لا سيما المواكبة الدماء العالمية. إيه طبعا ما في شك، أنت لازم تواكب الحدث في كل أنحاء العالم. أطولت عليك أبو سلطان، مبروك نواف، مبروك هذه الثقة وأخذت التقديرية. الله يبارك فيك يا أخي أبو خلاد، الحمد لله هذا فضل من الله ثم فضل الأمير فيصل بن خالد، الله يطول بعمره ويخليه لنا ولداري سعد بن مشرف، الله يسعده إن شاء الله، وكل المدربين ما قصروا، عبد الله بن مشرف، سعود سعد، فهد سعد، كلهم الله يسعدهم، والله ما قصروا معي وعطونا الثقة هذه. بعد الفينش 100 متر كان سعود واقف لوحده، كان يصوت لك في التبريك، يبغى هو أول واحد يبارك لك. أبو سلطان هذا يعتبر أب، إي والله مقام الأبي والله، فأكيد أنه راح يبارك لي هو الواحد لأن ولده يعتبرني. تستاهل الطيب، الله يسعدك. شكرا. الشوط الأول ذهب إلى الشهاب الثاقب لإسطبل الخليبس، الشوط الثاني ذهب إلى ردات لإسطبل المنقوش، الشوط الثالث ذهب إلى سعد الخوي لفارس الفتوح، الشوط الرابع ذهب إلى سلطانة الرياض لفهد العريني، الشوط الخامس ذهب إلى نبيل الخالدية الثاني لهادي المرزوق، الشوط السادس ذهب إلى طبعا الجازية لعادل جمعان، والشوط السابع ذهب إلى عجابي الغيمش العجمي، الشوط الثامن والأخير إلى سودد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.